ومعنا عبر الهاتف طالب محمد منير، مدير عفوا ناحية سليمان بيك. أستاذ طالب، هل عودة النازحين تجري بسلاسة؟ اهلا وسهلا بكم يا مرحبا مرحبا الكريمة. حقيقة موضوع النازحين مثل ما تعرفون انتم، نازحين منذ اكثر من 3 سنوات هم خارج ديارهم بسبب ما حصل بكثير من تقبل تنظيم داعش الارهابي، لكن بعد محاولات والحمد لله تحصلت الموافقة بإعادة الناس الى بيوتهم. لكن معروف انه الناحية بعد خروج داعش، بعد العمليات العسكرية الامنية اللي في المنطقة، الوضع البنى التحتيه بالشكل كامل مدمره، وهناك خراب لمعظم دوائر الخدمه للدوله في المدينه. وبالحقيقه باشرنا منذ اكثر من 10 ايام بمتابعه ايضا محافظ صلاح الدين السيد ابو مازن وكذلك الفرقه الرد السريع، حاولنا انه نعيد شيء من الخدمات البسيطه الانيه للمنطقه، لكن هي بالحقيقه بحاجه ماسه الى خدمات كثيره. المنطقة من الجانب الفني والمدني شبه منكوبة، أي لا تصلح للعيش، لكنه هناك محاولات جادة. وكنت اليوم في لقاء مع سيد محافظ صلاح الدين ووعدنا بمساعدة كبيرة من تبع الإدارة الخدمية بتوفير ما يمكن توفير المنطقة من خدمات. يعني هناك إذا نتحدث على الجانب الصحي، المراكز الصحية مدمرة بالكامل، ليس لدينا اي مركز صحي. الجانب التربوي معظم المدارس هي مهدمه بالكامل. الدوائر الخدميه البلديه، الشرطه، المديريات الاخرى هي مهدمه بالكامل. وكذلك يعني معظم الطرق الخدميه اللي بين البيوت هي متاثره بالقصف الجوي اللي جرى بين داعش وبين الحكومه. يعني بالحقيقه هي العملية جدا صعبة وجدا معقدة. إضافة إلى هذا موضوع العودة، حقيقة تمر بسلسلة إجراءات أمنية ببيان موقف العائد الأمني وبيان مدى بعده عن جانب الإرهابي. نحن في منذ أكثر من يومين أو ثلاثة هناك لجنة أمنية مركزية مشكلة من قبل الحكومة، أكثر من جهة أمنية تقوم بتشييك وتدقيق العائد إلى داره. تعرفون هذا الموضوع ياخذ وقت كبير، لكن الحمد لله بعد جهد كبير استطعنا ان نعيد اكثر من 150 عائله الى المنطقه الحمد لله. يعني كم عدد العوائل المتبقيه اذا رجعنا 150؟ العوائل المتبقيه كثيره جدا اخي، تعداد الناحيه يتجاوز ال 16,000 نسمه. جيد، معناها الموضوع في البدايه. استاذ طالب، اسالك عن يعني هل في النيه أو الخطة أن يعوض الأهالي المتضررة ممتلكاتهم؟ والله هذا الموضوع حقيقة ناقشناه مع السيد محافظ صلاح الدين، يعني ويعني أوعد إلى أصحاب البيوت المدمرة أو المخربة أو متأثرة بسبب القصف والعمليات العسكرية بأن يصور البيت بحضور شيء ضابط من الشرطة ويقدم دعوة مركز المحكمة ويقرر بها مدى الخراب وبيان تقدير اضرار الخراب اللي بالبيت وترفع الدعوى وينتظر الى حين اصدار قرار بتعويض المتضرر من هذا الخراب. طالب محمد، مدير ناحيه سليمان بيك، اشكرك شكر جزيل، كنت معنا مباشره من صلاح الدين عبر الهاتف.